الرحيم. متابعينا ومشاهدينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أحييكم في هذا المساء، أحييكم في مساء الحقائق وضمن الأشواط المفتوحة، حيث أعلنت انطلاقة شوطنا الأول والرئيسي للقعدان الحقائق ضمن انطلاقات جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث انطلقت الشعارات، حيث انطلقت الأسماء التي حضرت وتواجدت لحرصها التام في خطف الانتصار والفوز في هذا المهرجان الذي يحمل الاسم الغالي على قلوب الجميع، في مهرجان المؤسس. انطلق مباشرة مع أول المراكز، انطلق مباشرة مع أول المتقدمين الشبابي الذي يتقدم نحو المركز الأول ويسير مع القمة، ومحمد بن خليفة بن خميس السويدي من يقدم لنا الشبابي. الأشقاء من دولة الإمارات حاضرين من أجل الفوز والانتصار، فمرحبا بجميع الضيوف، نرحب بالجميع. المركز الثاني هنالك يصل مخلف وزعل بن علي بن زعل بن سعيد المنصوري الذي يأتي باحثا عن الانتصار، الذي يأتي من أجل إرضاء ومحبي وعشاق هذا الشعار. المركز الثالث وصل في نواف بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، الذي يتقدم مع نواف في قمة الهرم مع المركز الأول. يتسلل ويسير نواف بمتابعة سعد بن محمد بن صرير المري من يقدم لنا هذا الاسم. أيضا وصل في هذه الأثناء مغوار، يصل ويتقدم ويتسلل في هذه اللحظات مع شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، من يقدم لنا مغوار الذي يسير نحو الانتصار. يا خالد، يا بن عبد الله، يا بن طالب، يا بن شريم، يا المرية، الذي يتابع مغوار وانطلاقاته. المركز الثاني أيضا وصل مبشر وصاحب السمو والملكية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، الذي يحتل هذا الشعار، الذي يحتل المركز الأول والثاني في هذه الأثناء. مبشر بقيادة سعود بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، بينما المركز الثالث هنالك مخلف وزعل بن علي بن زعل بن سعيد المنصوري، والمركز الرابع هنالك نواف وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والمركز الخامس في هذه اللحظات أرى وأتابع المركز الخامس الواصل في هذه الأثناء مياس ومحمد بن خليفة بن خميس السويدي، الذي يقدم لنا مياس والشبابي في هذا الشوط. هكذا هي الأسماء، هكذا هي النتيجة، ولكن من البطل المغوار الذي سوف ينتصر في هذا المساء مع أقوى أشواط القعدان المفتوح في هذا المساء الكبير، في هذا المساء الجميل والرائع الذي نشهد فيه أقوى المنافسات التي تحضر هنا في ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن منافسات سباق المؤسس، الذي دائما ما يشهد المنافسات القوية، الذي دائما ما يشهد أقوى المعارك ما بين الذلل الأصايل. مغوار مع المركز الأول، مغوار هو الأقرب للانتصار، يتقدم بشعار صاحب السمو الملكي الأمير
عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود الذي يقدم لنا مغوار مع المركز الأول ومبشر مع المركز الثاني الذي من خلال هذا الدعم الثنائي يؤمن الصدارة بانطلاقة بمسافة يبتعد بها عن أقرب المنافسين وأيضا بدعم من مبشر مع المركز الثاني ولكن مغوار أيضا يتقدم بقيادة خالد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري ومبشر مع المركز الثاني بقيادة سعود بن محمد بن فهيد الرزق العجمي ولكن مغوار يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الشعار الذي يمثل المملكة العربية السعودية الذي يغادر مع الانتصار وهذا الشعار الذي يقدم مغوار لا يعرف ولا يرضى إلا بالانتصار ولا يرضى إلا بالشوط الأول في الشوط الأول دائما حاضر مع الأشواط الرئيسية متواجد يقدم أجمل النوعيات وفرائد هذا الشعار القوية التي تأتي مع شعارك يا صاحب السمو يا الملكي الأمير عبد العزيز يا ابن سعود يا ابن نايف يا ابن عبد العزيز يا لسعود على هذا الإبداع نعم يتواصل ويستمر الإبداع مع شعارك مغوار مع الانتصار وخالد بن عبد الله بن طالب بن شريم المركز الثاني أيضا مبشر مع شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود المركز الثالث المركز الثالث حضر في شعارك يا محمد يا أبو الخليفة يا أبو الخميس يا السويدي مع مياس المركز الرابع والخامس مع لقطات الإعادة بإذن الله تعالى إذن متابعينا ومشاهدينا الكرام هكذا كان مغوار منذ أن احتل المركز الأول ذهب بالانتصار ولم يحصل أي تغيير لموقع مغوار الذي انطلق كالبطل المغوار مع المركز الأول وخطف الانتصار 6 دقائق 8 ثواني 43 جزءا من الثانية ومبشر أيضا مع المركز الثاني 6 دقائق 11 ثانية 10 ثواني بشعار صاحب السمو الملكية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود المركز الثالث مياس 6 دقائق 11 ثانية و45 جزءا من الثانية المركز الرابع حضر في خطير بشعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة الذي حضر مع المركز الرابع والمركز الخامس حضر هنالك مخلف وزعل بن علي بن زعل المنصوري إذن مشاهدينا متابعينا الكرام تهانينا وألف ألف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود الذي تربع على قمة هذا الشوط مع المركز الأول ووصيف المركز الأول مع المركز الأول والثاني تهانينا وألف مبروك.